السلام عليكم الناس، كدايرين؟ كلشي مزيان؟ اليوم ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه كيفاش قادين هذا الكسكسو. هذا الصراحه البنات كيجي زوين، كيجي رائع. حاولت تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير. كنقدوه بالقديد والكرداس، بالقديد والكرداس. صراحه دابا راه موجود، راه كاين في اي بيت فيها الكرداس والقديد. ويلا تابعوا ان شاء الله الفيديو حتى الاخير، تسناونا نرجع لكم ان شاء الله بعد الفاصل. نرجع لكم بعد الفاصل، نقطعوا ان شاء الله المقادير. اليوم ان شاء الله غادي نبداو الكسكسو. الكسكسو بالقديد، القديد رطبته من قبل، درته في الماء. بسم الله نبداو. القديد والكرداس، عندي هنا جوج بصلات، البصلات مقطعين طول، دي جوج بصلات، نزيد عليهم لوزة، واحد شوية ديال الملحة مع القدس والقديد فيهم ملحة، درت هي واحد شوية، عندي هنا زعفران، عندي سكينجبير، عندي معلقة معلقة غادي ندير هاد العطرية كلها. ندير كاس ديال الزيت، واحد شوية ديال الزيت عاود، ندير هادشي ديال الزيت تشحر واحد شوية، عاد نزيد الخضرة. الخضرة عندي فيزو، عندي الفيتة، الفيتة البيضاء، عندي جوج حبات، عندي المكور، القرعة، كرا ديال الكسكسو، واحد البطاطا البنتية بطبيعة الحال، القرعة الخضراء، واحد ربيطة ديال ربيعة واخا صغيرة كتبان ليكم صغيرة شي شوية، معليش. وعندي واحد جوج مطيشات محكوكين، يعني غندير اللحم ديالي تيتشحر، عاد نزيد مطيشة، والخضرة كاينة اللي غندير من بعد ما يتشحر، وهاد القرعة غادي نخليها حتى تيطيب. بعد ما تشحر، البصلة ديالنا و الزبيب و الكرداس، نغلو هاديك مطيشة، جوج حبات ديال مطيشة محكوكين، نغلو شوية، صراحة البنات هاد الكديد كيجي زوين في الكسكسو. دي بلا صيب باش نديل هاد العام، نصيبو العام الجاي ان شاء الله. غادي نما الخضرة ديالي، هاد راه كرتي بخيزو هو لي ما كيتعطل شي شوية في الطياب. هنا هو اللول، نتبعو الفيتا، الكور، وغادي نخلي القرعة ديالي ترواحد شوية. البطاطا حتى هي غادي نرميها، غادي نخلي القرعة الخضراء والقرعة الأخرى واحد شوية ديال الربع واخا قليل، حاولو نتوما ديرو قصر منها. ندير واحد الطنة ديال البنة، بعد ما دات الخضرة غادي نبلل بالماء ان شاء الله، ندوزو الكسكسو باش نوجدوه.
غطينا الخضره ديالنا بالماء بحسب كسكسو واش كثير ولا قليل دايرينو. ان شاء الله غادي نخليه طيب وغادي ندوز للكسكسو. واش نوجد الكسكسو ديالنا عندي تقريبا هنا كيلو، خاص واحد شويه درت ليه واحد شويه ديال الزيت ليسيو وغادي الكسكسو نوع مزيان ديال الملح باش ما كيتعجنش. ندير لي واحد شويه ديال الماء وبالأحسن تكتروا لي الماء من الأول باش كيجي زوين. دابا غادي نسالي نتاي تطلع الفورة في القدرة تطبخ واحد شوية على الكسكسو ديالي. هانتوما البنات من بعد ما درنا الكسكسو ديالنا الزيت ورشيناه بالماء مزيان وخليت واحد شويه نشف، دابا غادي نديرو فور الفوره الاولى ان شاء الله مع الطاقه. أو الكسكسو ديالنا مبرنا في الفور الأولى بالماء، نزيدو واحد شوية ندير ليه الماء مزيان باش يجينا يجي من الفوق يجي طايب زوين. البنات الريحة ديال القديد عاطية بنينة سخون. ممكن بعد هذه هي الفرة الثانية المهم الماء على حسب يكون ميزان على حسب الكسكسو. راه كاين الكسكسو اللي كيشرب الماء وكاين الكسكسو اللي مكيشربش الماء شوية باش ميتعجنش. نخليه يشرب واحد شويه هاد الماء قصريه ينشف وغادي نديرو في الكسكاس. غادي نخليه ينشف واحد شويه في القصريه عاد نديرو عاد نرطو يفور الفوره الثانيه. ما شرب الكسكسو واحد شويه الماء نشف دابا ان شاء الله غادي نعاود نرطو الفوره الثانيه وغادي نطلقها ثاني ان شاء الله.
باش نشوفو تاني الفورات تاع ونسكيو ان شاء الله. وانتوا معايا الكسكس المهم انا دايره كسكسو على قياسي، نتوما غادي تحاولوا ديروا القياس اللي بغيتوهم، اللي قليل غادي يدير شويه واللي الناس اللي كثر غادي يديروا بزاف. يلا غادي نديروا البلاتي فور وغادي نرجع لكم ان شاء الله من بعد ما يفور الكسكسو. المهم البنات من بعد ما الكسكسو رديتو يفور الفوره الثانيه غادي نرمي القرعه ديالي الخضراء ونرمي داك الربع ديالي ونحط الفور كسكسو ديالي، عاد نرمي القرعة الحمراء بعد ما ندير نار كسكسو فور ان شاء الله الفورة الثالثة، نرمي القرعة الحمراء وان شاء الله نسقيو وغادي نوريكم ان شاء الله الخزيرة. لازم بعد ما فاق الفورة الثانية ندير دابا الملحة نزيدو واحد الشوية ديال الماء ليه من هذا دابا نزيد واحد شويه ديال الماء باش يشرب مزيان. هذه الفورة الثالثة هذه اللي غادي نقول ان شاء الله دابا ندير واحد شويه ديال الملح وغادي نحاول نحرك مزيان هكا باش يشرب الماء وباش ما حركنا يجي زوين يشرب الماء ينفخ. كنرشو بالماء وكنحركو كنرشو ونحركو باش كيشرب الماء ينفخ باش كيجي زوين. هادي هي الفورة الثالثة واحد شويه صافي البنات غنخليه يشوف واحد شويه في القصريه وغادي نديرو في الكسكاس. صافي هادي هي الفوره ان شاء الله غادي نحركو هكا تينشف نجيب الكسكاس من نغطي الفورة الثالثة نرمي الخضرة دابا ديك القرعة الحمراء القرعة ديال الكسكسو ونحط الكسكاس ديالي في القرعة غادي فور البنات الفورة الثالثة صافي ان شاء الله غادي نقدم. صافي البنات من بعد ما خرجنا الكسكسو الفورة الثالثة ان شاء الله غادي نسقيو
ديري واحد شويه ديال زيت العود صافي غادي نسال. الكاس ديالنا طاب بالتأكيد، الريحة الصراحة البنات كتشهي، نحطو الخضرة ديالنا نرتبوها، نسقي الكسكسو ديالنا مزيان، وها هو الكسكسو ديالنا بالصحة والراحة، كنتمنى يعجبكم، يلاه بالصحة والراحة.